حضرات السادة المستشارين، مساء الخير. اليوم في برنامج الاستشارات القانونية سنتحدث عن قانون الأسرة. وعلى السادة المشاهدين، أي شخص لديه أي سؤال فمرحب بأي أسئلة ترد إلي، إن شاء الله سنستطيع أن نرد عليها. قانون الأسرة هو القانون رقم 1 لسنة 2000، وهو معدل للقانون الصادر رقم 185. قانون 1 لسنة 2000 هو قانون الأسرة، أنشأ محاكم مختصة لمنازعات الأسرة. الأسرة الأول قبل سنة 2000 كان القاضي غير مختص، كان القاضي المدني أو القاضي الجنائي كان بيشتغل في قضايا الأسرة. فالمشرع وجد إن لما نعمل محاكم أسرة مختصة للمشاكل الأسرة العملية بيبقى أحسن للأسرة وأسرع في الأحكام، وبناء على ذلك تم إنشاء قانون الأسرة. ولما أنشئ قانون الأسرة أنشئ معها مكاتب سميت بمكاتب التسوية. مكاتب التسوية دي لكي ترفع دعوة أمام محكمة الأسرة لابد وحتما أن تمر هذه الدعوة قبل إقامتها على مكاتب التسوية. ايه اختصاصات مكاتب التسوية دي؟ مكاتب التسوية بتتكون من اخصائي قانوني واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي. لما تيجي الزوجة او الزوج يقدم طلب لرفع دعوة، فيتم محاولة الاصلاح ما بين الزوج والزوجة لحل هذه الخلافات القائمة بينهم. اذا تم حل الخلافات بيتم كتابة الصلح بينهم، ويعتبر وتأخذ الزوجة صيغة تنفيذية من التصالح اللي تم في التسوية. إذا لم تنتهي ولم يتم التصالح ولم يتم الانتهاء إلى حل المشكلة اللي بصدتها ووصلت الزوجة أو الزوج لرفع دعوة، بيتم تقديم الدعوة. وإن التسوية ميعاد التسوية ما بين التسوية وبين رفع الدعوة 15 يوما، 15 يوم، لا ترفع الدعوة قبل 15 يوم. وإذا تم رفع الدعوة دون المرور على مكاتب التسوية، المحاكم تحكم بعدم قبول الدعوة لعدم تقديم طلب تسوية. ولكن يجوز للمحكمة، محكمة الأسرة، أن تعيد الدعوة إلى مكتب لإبداء الرأي. قانون النهاردة احنا في مشاكل بتحصل مع الأزواج تخص النفقة. سنتحدث عن النفقة. أولا، النفقة مفروضة على الزوج. كيفية فرض النفقة دي على الزوج بتفرض ازاي؟ وايه هي نوع النفقة؟ النفقة بتتفرض على الزوج يسرا او عسرا. يعني اللي بيحكم بيها لنفقة او على حد النفقة لا تقل عن احتياجات الزوجة او احتياجات الاولاد. والمشرع في القانون 1 لسنة 2000 اعطى للزوجة الحق في اقامة الدعوة، عريضة الدعوة بنفسها. يعني ممكن النهاردة لا تتطلب توقيع محامي، دعاوي النفقات لا تتطلب توقيع محامي، وممكن ان الزوجة نفسها وعن طريق المكاتب اللي موجودة في المحاكم ان هي ترفع الدعوة بنفسها. ويجوز للمحكمة ان هي لو الزوجة وجدت المحكمة وجدت الزوجة ان في بعض المسائل ما هياش على خبرة بيها، يحق للمحكمة ان تنتدب لها محامي. محكمة تنتدب لها محامي، واتعاب هذا المحامي المحكمة بتقدره على نقابة المحامين. في النفقة انواع النفقة. النفقة هي نفقة مأكل ومشرب وملبس. يبقى النهاردة نفقة الزوجة على زوجها. الزوجة حتى لو مليونيرة نفقتها على زوجها من مأكل وملبس ومأكل. وكذلك لا حق العلاج، لا حق العلاج. الزوجة النهاردة عندها أولاد، يحق للأولاد أن يكون لهم أو والدهم يتم الإنفاق على أولاده حتى سن 15 سنة. الأولاد لحد سن 15 سنة، بحيث لو أن وصل سن 15 سنة وهو بيتعلم أو مريض نفقته على والده إلى أن يتم تخرجه من الجامعة أو من المدرسة اللي هو فيها، وأنه يكتسب نفقته بعمله.
والمحاكم بقى في النفقات لما ترفع دعوى نفقه ماذا بيحدث فيها؟ المحكمه في 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 بتحيل الدعوه الى التحريات. يعني ايه تحريات؟ يعني اذا كان المرفوع عليه الدعوه اللي هو الزوج موظف، فعلى الزوجة أن تأخذ خطاب من المحكمة إلى مكان عمله لبيان مرتبه ودخله قد إيه في الشهر، على أساس المحكمة تستطيع أن هي تحدد بكم سوف تحكم بناء على دخل هذا الشخص. طب إذا كان مش موظف ولا يعمل في مكان حكومي أو في مكان نقابي، إذا كان هو بيعمل في أعمال حرة أو في شركات له شركات، بيتم التحريات عن طريق المباحث. يبقى المحكمة بترسل خطاب للمباحث، والمباحث في قسم الشرطة بتجري تحريات عن دخل هذا الشخص، وبناء على دخل هذا الشخص تقوم المحكمة بالحكم على هذا الزوج وفق على أولاده. طيب نيجي نسأل نفسنا سؤال، طب الزوج ليه ما ينفقش على أولاده؟ النهارده محاكم مكتظة بقضايا كثيرة جدا في النفقات. عندما تختلف الزوج والزوجة مع بعضهم البعض، يكون الأولاد هم المضرورين الأولين من هذه الخلافات. يمتنع الزوج عن الصرف عن الأولاد وعن الزوجة. والزوجة من تاني يوم تالت يوم تترك البيت وتقيم دعاوى لا حصر لها على هذا الزوج، وبناء على ذلك يمتنع الزوج أن يصرف على أولاده، وتكتظ المحاكم بالقضايا. ومن ضمن النفقات اللي على الزوج التعليم، أن الزوج النهاردة ملزم أن النهاردة يدفع لأولاده نفقة التعليم وكذلك العلاج. طيب في حالة بقى حصول الزوجة على حكم بنفقة، كيفية تنفيذ هذا الحكم؟ أنا زوجة النهاردة خدت حكم، كيفية تنفيذ هذا الحكم؟ الأحكام بقى عندنا في النفقات في أحكام وقتية وفي أحكام نهائية. الحكم الوقتي إن الدعوة لما تيجي بترفع دعوة يجوز أن تطلب الزوجة أو يطلب محاميها بصفة مستعجلة بحكم نفقة مؤقتة. حكم النفقة المؤقتة ديت، حكم النفقة المؤقتة ديت المحكمة تحكم بها بتحريات ودون شيء في أول كما هذا الحكم للنفقة المؤقتة غير قابل للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعون، واجب النفاذ الحكم. ويتم تنفيذ هذا الدفع المؤقتة سواء عن طريق المحضرين بالتنفيذ الجبري، أو عن طريق إذا كان هو موظف فعن طريق العمل الخاص به. النهائية اللي صادر لصالح الزوجة أو لصالح ابن من أولاد الزوج. تنفيذ هذا الحكم إذا كان موظف بيتم تنفيذ الحكم على المكان اللي بيعمل به هذا الشخص. طب إذا كان ليس بموظف، إذا تجمد عليه نفقة فيحق للزوجة أن تقيم دعوى حبس للدفع للحبس. وإذا لم يتم سداد هذا المبلغ المتجمد من النفقة للزوجة، يعني المحكمة تحكم عليه بس على الزوج بالحبس لمدة شهر. ويجوز للزوجة ان هي تتخذ اجراءات التنفيذ الجبرية عن طريق ادارة تنفيذ الاحكام المدنية في محكمة الاسرة. يبقى النهاردة فيما يخص النفقات، الزوجة يحق لها ان تقيم الدعوة بنفسها دون الاستعانة بمحامي، ويجوز ان توقع على صحيفة الدعوة، ويجوز لها ان تتم تنفيذ الاحكام التي تحصل عليها عن طريق البنك ناصر. اذا كان الزوج لا يعمل وليس له دخل، فيحق لها ان هي النهارده تحصل على الصيغه التنفيذيه من الحكم الصادر لصالحها، ويتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق بنك ناصر. لان القانون رقم 1 لسنه 2000 اللي خاص بانشاء الاسره جعل بنك ناصر هو المسؤول عن تنفيذ الأحكام الخاصة بالأسرة في حالة عدم وجود دخل للزوج، أو عدم وجود الزوج إذا كان الزوج مش موجود ومش قادرين يوصلوا لمكانه. لأن المشرع فرض
في وثيقة الزواج ووثيقة الطلاق مبلغ 50 جنيه على كل متزوج أو كل مطلق. ال50 جنيه هذه سببها بتودع في بنك ناصر لسداد النفقات المحكوم بها. والنفقة بتبقى نفقة مأكل وملبس الملابس ومشرب اللي هو الشرب. طيب ومسكن. طب على فرض بقى نتحدث عن المسكن. هل النهارده الزوج الزوجيه راحت الزوجه هي اللي موجوده فيها، قام الزوج بطرد زوجه والاولاد من المسكن الزوجيه، ماذا تفعل الزوجه؟ يحق هذه الزوجه اذا كانت حاضنه غير حاضنه مثل ولم تنتهي يكون المسكن الزوجيه ده يكون خاص بها هي ويكون لها اقامه مع في مسكن الزوجيه. مسكن الزوجيه بيبقى خاص للزوجه فقط لا غير. امتى بيبقى خاص للزوج وللاولاد؟ في حاله اذا كانت الزوجه حاضنه وتم طلاقها. في حاله طلاقها بتستقل الزوجه بعد انتهاء فتره العده بمسكن الزوجيه، وده بيكون بقرار من المحامي العام لنيابات الاسره بتمكين الزوجه المطلقه الحاضنه من مسكن الزوجيه. هذا فيما يخص مسكن الزوجية. طيب ايه الحديث برضك يخص واضح في هذه الايام اعداد قضايا الطلاق والخلع كثيرة جدا والاحكام كثيرة جدا والاسباب ان لا يوجد مراعاة للاختيار ولا يوجد مراعاة للزوج ولا للزوجة للسكن والمودة والرحمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت موجودة المودة وموجودة الرحمة وموجودة السكن لما كانت هذه القضايا التي تقتص بها والذي تئن منها المحاكم والذي يئن منها القضاء. قضايا الطلاق من حق الزوجة. هو في بس نقطة معلش نرجع لها تاني فيما يخص النفقة عشان يبقى كده ايه ختمنا النفقة. وفي حد ممكن يسأل سؤال، هل نفقة الزوجة ما بتسقطش ولا بتسقط؟ بتسقط امتى؟ طب نفقة الزوجة زي ما قلنا ان هي بتحدد حسب يسار وعسر الزوج. طب متى تسقط نفقة الزوجة؟ نفقة الزوجة دي تسقط نفقة الزوجة اذا طلاقها وانتهت عدتها. ففي هذه الحالة يتم ايه؟ اسقاط النفقة بتاعتها المحكوم بها. يتم اسقاط نفقة الزوجة اذا ارتدت عن الاسلام والعوذ بالله. اذا ارتدت عن الاسلام لا يحق لها مطالبة زوجها بالنفقة. امتى تسقط الزوجة؟ نفقة الزوجة اذا لم تطع الزوج واصبحت وخرجت من منزل الزوجية دون اذن له ودعاها بانذار طاعة ولم تتم الطعن على هذا الانذار في خلال المدة القانونية وهي 30 يوما تعتبر ناشز، وفي هذه الحالة تسقط حقها في ال. تفضل استاذ احمد، تفضل. سلام عليكم وبركاته. استاذ نصار. اهلا احمد بيه. انا كنت عايز بس استفسر على حاجة، ايه حقوق الزوجة اللي بتسقط بالخلع؟ يعني ايه الفرق بين الخلع والطلاق؟ طيب. وهل هي لازم تتنازل عن كل حاجة عشان الخلع تنزل عن الشقة وعن الفرش وعن الذهب وعن كل حاجة؟ طيب انا اجاوب حضرتك. حاضر استاذ احمد. اجاوب حضرتك. شوف استاذ احمد. فيما يخص الخلع والطلاق. الطلاق ده انواع. الطلاق للضرر واستحكام الخلاف او لسجن الزوج. في هذه الحاله اذا 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 وجدت الزوجه انها تتضرر من زوجها اللي بيضربها بيعملها معامله مش كويسه، وجدت ان هي العشره مستحاله بينها وبين جوزها، في هذه الحاله المحكمه بتحقق في هذه الوقائع. واذا وجدت بان فعلا الزوج المتسبب في الطلاق بتطلق الزوجه وتاخذ كافه حقوقها. ما هي حقوق الزوجه؟ لابد ان نعرف الاول ما هي حقوق الزوجه. حقوق الزوجه هي عباره عن نفقه العده ولها نفقه المتعه. ونفقه المتعه بتاعه الزوج اقل مده 2 سنين. يعني اذا كانت زوجه متزوجه لمده 5 شهور فقط لا غير وطلقها زوجها دون رغبتها تأخذ نفقة تساوي مدة 2 سنين. وأقصى مدة للنفقة المتعة تأخذها الزوجة مدة الزواج. قعدت 20 سنة 30 سنة يحق للمحكمة أن تديها نفقة متعة مدة 20 سنة.
لان نفقه المتعه يعني ايه نفقه متعه؟ يعني تعويض عن المده اللي قضتها الزوجه مع الزوج دون وطلقها الزوج دون رضاها، وتعتبر ده تعويض عن هذه المده اللي قضيتها معاه. ده فيما يخص ايه نفقتها. طيب الاستاذ احمد بيقول والله النهارده انا ايه الفرق ما بين الطلاق وبين الخلع، وهل لها حق المنقولات مش المنقولات؟ الخلع طبقا لنص الماده 20 ان الزوجه تجد نفسها ان هي لا تستطيع العيش مع الزوج، واستحدث المشرع نص الماده 20، وانا شخصيا ليس مع المشرع في هذه الماده، لان هذه الماده مخالفه للدستور، واعطت الحق لجميع النساء، واصبحت القضايا مكتظه باكتظاظ لا مثيل له من قبل هذه الماده، واصبحت قضايا كثيره جدا للخلع. واي زوجه النهارده بيتعلق مع اي حد على التليفون على الواتساب ولا على البتاع اللي بيعملوه ده بتاع التكنولوجيا ده، تقول له انا عايز اتخلع. الخلع هو ايه؟ انها تقول له ده انا بفتدي نفسي ولا لا استطيع العيش معاه، وبناء عليه بتتنازل عن كافه حقوقها. ما هي الحقوق اللي بتتنازل عليها عشان تتطلق؟ بتتنازل عن مقدم الصداق. بتقدم الصداق، واذا كان مقدم الصداق اللي بيتكتب في الـ في الـ في الـ في الـ في قسيمة الزواج بيكون جنيه او 25 قرش، والمحكمة ملزمة بما هو ثابت بوثيقة الزواج. لما يجي النهارده الزوج يقول والله لا ده انا دافع 100,000 جنيه مقدم، تحال للتحقيق وللشهود، وفي النهاية المحكمة تعتبر ان الجنيه ده هو ده مقدم الصداق. ولكن القايمه بقى بما فيها من منقولات وبما فيها من ذهب، القائمه الممكنات المنقولات لا علاقه لها، لا علاقه لها بعقد الزواج. ما لهاش دعوه بعقد الزواج خالص. عقد الزواج قائم، عقد الزواج انتهى، اتطلقت، اتخلعت، من حقها تاخذ قائمه المنقولات وجميع المنقولات اللي موجوده فيها بما فيها اذا كان في ذهب موجود ولا غير موجود. وفي قائمه المنقولات اذا كانت الذهب ده هي خرجت بيه، فعلى الزوج ان هو بيجيب شهود ويثبت بشهاده الشهود ان هي كانت بتتحلى بالذهب وان هي خرجت بيها، والمحكمه بتحل الدعوه للتحقيق ويصح قرار الاول والاخير في مثل هذه الحالات. نعود بقى لوضع نشرح وضع الطلاق ووضع الخلع. الطلاق انواع. نوع الطلاق هو طلاق للضرر، في طلاق للضرر، وفي طلاق للمحبوس زوجها ومحكوم عليه اكثر من 3 سنوات. معنى ضرر يعني اذا كان الزوج النهارده بيعامل زوجته معامله غير ادميه، اذا كان بيعتدى عليها بالضرب، اذا كان بيهملها، ان هي غير مرتاحه في عيشتها مع زوج، يحق لها ان ترفع هذا الوضع الى القاضي، وإذا ثبت الضرر يحق للمحكمة أن تحكم بطلاقها طلقة بائنة. إذا كانت دي أول دعوة بتطلق طلقة بائنة أولى، والطلقة البائنة الأولى يعني يجوز تعود مرة أخرى لذات الزوج ولكن بمهر وعقد. هذا فيما يخص الطلاق للضرر. طيب إذا كانت واحدة متزوجة زوج والزوج ده حكم عليه لأكثر من 3 سنوات أو 3 سنين، يحق لزوجة هذا المسجون أو المحبوس لمدة أكثر من 3 سنين أن ترفع دعوى بعد مضي سنة، ليس قبل السنة، بعد مضي سنة من صدور الحكم، وتثبت أن هي تتضرر من غفلة هذه، يحق للمحكمة أن تحكم بالطلاق. طيب ويجوز للزوجة الغائب عنها زوجها لمكان غير معلوم ان تطلب الطلاق، ويجوز للزوجه الغائب عنها زوجها لمكان معلوم ان ترفع دعوى طلاق للغيبه. وفي هذه الحاله ما دام علم مكانه، القاضي يضرب اجل لاعلانه في المكان اللي هو موجود فيه لدعوته للعوده لمنزل الزوجيه، واذا لم يعد بعد اعلانه فهذه الحاله المحكمه تحكم بالطلاق البائن. هذه هي حالات الطلاق في القانون 1. توقعنا بقى
نخش فيه ونشرح وضع الخلع. الخلع ده مادة حديثة أحدثها القانون 1 لسنة 2000، وقال والله إن الزوجة التي ترغب في الطلاق من زوجها يحق لها أن تخلعه في مقابل أن تتنازل عن حقوقها الشرعية. في هذه الحالة أبائنا خلعا، ولابد تحضر أمام القاضي، لابد أن الزوج تحضر وأن تحلف وتقول في حلفها بأنها تبغض الحياة مع هذا الزوج وأنها تخشى الله في هذا الزوج. وفي هذه الحالة إذا كانت هذه الزوجة في أولاد، لابد للمحكمة أن تعرض الصلح مرتين للزوجة التي لها أولاد، تعرض الصلح مرتين على الزوج قبل أن تحكم. وقبل الحكم في دعوى الخلع، المحكمة في دعاوى الخلع بتنتدب خبيرين محكمين للتحكيم ما بين الزوج والزوجة لمحاولة منع الزوجة من الخلع. ويجوز للمحكمة ان هي تنتدب لجنة من الازهر الشريف لمحاولة الصلح ما بين المحكمين من الازهر للتحكيم ما بين الزوج والزوجة. والحكمين يكتبوا تقرير للمحكمة، يكتبوا لنا تقرير لايه؟ للمحكمة، على الطريقة اللي هم اتخذوها، وهل يمكن النهاردة إعادة الحال إلى ما كان عليه، وهل ممكن النهاردة يصالحوا ولا ما يصالحوش، والسبب في الطلاق مين، وبناء على هذا التقرير المحكمة تقضي في النهاية بالحكم خلعا. والزوجة في الخلع تتنازل عنها محو اللي ليها، ليس لها الحق في النفقة، ليس لها الحق في النفقة، وليس لها الحق في مؤخر الصداق الخاص بها، فلا تطلب حق صداق، وليس لها حق في نفقة متعة، وليس لها أي حق تطالب به الحقوق المادية للزوج، ولكن بالنسبة لقائمة المبخلات هذا حق لها، وليس لها الحق أن تطلب مسكن زوجية، ولكن لها الحق إذا كان لها أولاد وهي حاضنة، يعني لو اتخلعت وهي حاضنة وعندها أولاد في سن الحضانة، في هذه الحالة يحق لها إن هي تطالب بمسكن زوجية بصفة حاضنة، وليس بصفتها مطلقة ولا بصفتها كانت زوجة. وسن الحضانة للبنت وللولد 15 سنة، ويجوز للقاضي إن يمد سن الحضانة للبنت إلى أن تتزوج، وللولد إلى أن يبلغ سن 21 سنة. والنهاردة برضك لابد، يعني سن الحضانة بالنسبة للولد لابد أن يتغير. الأب النهاردة لما ابنه يبقى عنده 15 سنة، لما يحضن ابنه بعد 15 سنة لا يستطيع أن هو يسيطر عليه، ولابد من تعديل هذه المادة، ولابد أن احنا نعدل المادة فيما يخص سن الولد، ويكون أقصى سن طبقا للقانون القديم كان 7 سنوات، وثمان سنوات كان يجوز ل 11 سنة. في المدة دي 11 سنة يحق للأب النهاردة، لأن الولد في هذا السن المفترض يبقى تحت سيطرة الرجال، ولابد ان هو يبقى ياخد من الرجال شيمة الرجال. اما النهاردة 15 سنة، يبقى النهاردة بقى شاب لا يستطيع الأب أن يسيطر عليه، وبناء على ذلك نجد الشباب النهاردة لا تستطيع السيطرة عليه، وليس له أي كبير. النهاردة الخلافات الزوجية، ندعو الله أن النهاردة أي زوج أو زوج النهاردة أن هم أي خلافات بينهم، النهاردة المنضر والضرر الأول والأخير من هذه الخلافات هم الأولاد. لابد لأن الزوج والزوجة أن يضع نصب عينيه أولاده، فلذة كبده لابد أن يضع أولاده أمامه. لابد النهاردة الزواج النهاردة مش قصة أن أنا عايز أتزوج وبس، ومش قصة أن أنا عايز أتطلق وبس. الطلاق ده والزواج ده له شروط، ولابد النهاردة وينبغي على المدارس النهاردة أنها تدرس للأولاد خاصة في الثانوية العامة عملية الزواج وعملية الطلاق، وضع الأولاد.
اما النهارده نسيب الشباب النهارده في الشوارع، ونسيب النهارده القضايا، ونسيب النهارده اولادنا البنات لا علم لهم بالقانون ولا علم لهم بالزواج ولا علم لهم بمنزل الزوجيه، ومجرد موجود اي خلاف تعالي يا بنت ارفعي قضيه عليه، وهنلف في الزوج 7 لفات. والنهارده القانون النهارده سهل للزوجه، والقانون النهارده سهل للزوجه وضع القضايا. النهارده اي خلاف بيحصل ما بين اي زوج وزوجه النهارده الكل يجري على المحاكم. لا يوجد كبير في العائلات النهارده عشان يحل مشاكل الاولاد، لا يوجد النهارده كبير زي اللي كانوا موجودين زمان. كان النهارده اي خلاف كان موجود في اي اسره لا تستطيع النهارده توصل لمحاكم. وكان النهارده عيب، كان عيب زمان عيب كبير جدا ان البنت تروح تشتكي زوجها في المحاكم، او الزوج ان يمتنع عن ان هو ينفق عن اولاده. النهارده اسهل شيء يقول لك المحكمه موجوده، اسهل شيء يقول لك المحكمه هتجيب لنا حقنا، المحكمه هتجيب لنا حقنا. واتمنى وارجو ان نكون قد استفدنا من هذه الحلقه، ولنا وقت اخر ان شاء الله في مواضيع اخرى في الاستشارات القانونيه، وتصبحوا على خير. شكرا شكرا، تفضل.